اهلا بك سركيس. سريعا قطاع تكنولوجيا الصيني هل سيستمر في المعاناة؟ على المدى القصير نعم، أعتقد بأن المعاناة سوف تستمر، وقد نشهد انخفاضات أخرى في مؤشر قطاع التكنولوجيا الصيني على المدى القصير، وذلك بسبب مستجدات إن كانت مرتبطة أكثر بالسياسة لدى الحكومة الصينية. هذا الانخفاض الذي أتوقع أن يستمر لبعض الوقت قد يأخذ الأسهم أو مؤشر أسهم التكنولوجيا لانخفاض بين 10 و20% تقريبا خلال الفترة المقبلة، لكن هنالك موضوع مهم جدا يجب النظر له، وهو أن هذا الانخفاض يعني بأن لماذا أنت متفائل طيب على المدى الطويل السركيس؟ يعني لماذا على المدى الطويل يمكن أن يعود؟ هناك لو نظرنا نعم الآن على المدى القصير أشرنا إلى الضغوط الهابطة، لكن تقييمات الأسهم الصينية الآن هي تقييمات منخفضة للغاية بالنسبة لمقارنتها تاريخيا بنفس قطاع التكنولوجيا، ولو نظرنا أيضا إلى نظيرتها الأمريكية فهنالك ارتفاعات كبيرة، مؤشر ناسداك التكنولوجي بارتفاع كبير. بالنسبة للصين أرى بأن الاقتصاد الصيني حاليا يتعافى بشكل تدريجي وقوي، وهذا التعافي مثقلة بعض البيانات الاقتصادية بالتأكيد، لكن لو نظرنا حاليا إلى التقييمات التاريخية لها سنجد بأنها منخفضة جدا، وهذا ما يستدعيني للتفاؤل على المدى الطويل، بعد أن نشهد أيضا انخفاض آخر كتأثيرات مباشرة لهذه القرارات التي حصلت والتي قد تضر أيضا في معنويات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الصيني، وتفضيل العديد من المستثمرين حاليا لقطاع التكنولوجيا الأمريكي الذي يحقق أداء مبهر ومستويات قياسية بالنسبة لمؤشر ناسداك. طيب سركيس، ما الذي تهدف إليه الصين من تلك الخطوة؟ الآن هي باعتقادي هي تنظيم، هي أن يرى العالم بأن الصين تحاول أن تتخذ إجراءات من خلالها تستطيع حماية المستقبل لشركات التكنولوجيا، حتى كما نشهد من توترات سياسية ما بين الولايات المتحدة والصين كانت على عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوقعنا أن تنخفض في عهد الرئيس جو بايدن، لكن حتى هذه اللحظة نلاحظ بأن التوترات السياسية موجودة، ويبدو أن الصين تحاول أن تثبت مثل هذه الخطوات بأنها آخذة في مراقبة هذه الشركات. لكن البعض قد يرى أن هذه الخطوة أضرت بالشركات الصينية وليس بالجانب الأمريكي هنا سيد سركيس. نعم بالضبط، لكن هي على المدى القصير كما تفضلت وأخبرت حضرتك يعني فكلام حضرتك صحيح، لكن هي على المدى القصير، وهذا ما يجعلني كما أعود وأشير مرة أخرى إلى الضغوط على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد ربما تكون هذه أرضية أكثر صلابة لبعض الشركات الصينية، أذكر منها مثلا نيو والتي من الممكن أن تستفيد كثيرا على المدى الطويل رغم أنها ستدفع التكاليف على المدى القصير إثر هذه القرارات وتكلفها الكثير بالنسبة لثقة المستثمرين في سعر السهم في الأسواق المالية. أشكرك سركيس تشوبريان محلل أول الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي، شكرا لك على هذه المشاركة.